سؤال آخر، تقييمك لحراسة المرمى في تونس، واعطيني الأفضل في تونس يا عبد الباقي، رأي الإعلامي هذا. الأفضل بالأرقام مام هو صبري بن حسن، حارس مرمى نادي الريس فاقسي. عمل نحكيو على موسم التونسي، ايه طبعا مش مشاركات الموسم في تونس، معناها أفضل حارس كان صبري بن حسن، حارس مرمى نادي الصفاقسي، وحارس هذا صبور جدا، خدام برشا، رغم أنه لقى روحه على البنك مدة معينة وشبه منسي، صمد وواصل عمله، ودب ما جاته الفرصة فك مكانه واستعاد قيمته المعروف بها كحارس في شبان المنتخبات من صغره، هو في حارس مرمى منتخب وعمل كوب دي مونت كادي مع عبد الحي بن سلطانة، ديجا أقل جول قابل أهداف في البطولة الوطنية، 5 أهداف فقط، وقدم موسم الحق، عمل ديزاري فريمون خلط أولمبيك ممتازين، خلط أولمبيك حتى أولمبيك هو غارديان دو ليكيب ناسيونال. علاش غاب الفترة هيك من بعد أولمبيك؟ علاش غاب؟ سيس خذا عليه إيلاند حمان، لقى روحه وهو ديفازي شوية، قعد هكا مدة يلعب إسبوار واحد، ولكن مشى لريانا، لعب في ريانا، ولكن المهم فيه سي يوسف أنه صبر صبر ما أيسش، والمهم فيه أنه ما تغرش وقت اللي كان هو النجم، ما تغرش ومشيش في الثنايا الخايبة، قعد يخدم وممن بروحه ومممن بأنه مش يجي نهار ومش يجي فرصته ويأخذها، نهار اللي جات فرصته وخذها وخذها كوم الفو، على مستوى تركيبته الجسمانية نتاع حارس مرمى مطبوع، على مستوى أدائه الفني مزيد العمل مزيد المشاركات والمنافسات الصحيحة باش تدخل فيها نادي الصفاقسي تو في الكاف ماشي يزيد أكيد يتطور، مع لفتة من مدرب المنتخب مش مزية ديجا أنه عايط لصبري بن حسن، لأنه صبري بن حسن فريمون يستحق باش يكون ضمن حراس المنتخب أفضل من ميش ومن بشير بن سعيد. لا ما تلعبش معي اللعب هذا، أنا مانيش يوسف الزوي، معناها اللعب هذا أنا بيني لا معناها أنا وياه نلعبوا نفس اللعب، معناها هذا فهمت، هو عارفوا في أنا لا لأنك أنت رياضي وهو صحافي، صحافي الو لعب معك لعبة الصحافي ما تلعبش معايا انا. الو انا طلبت مني شكون الحارس اللي يستحق نمبر 1 في البطولة، اعطيتك قلت في الاطار المحلي في البطولة المحلية في الماتشوات اللي بين بعضنا تواسا لو ميور سيتي بن حسن، واعطيتك ارقام واعطيتك معطيات ونقف غادي جاوبتك على سؤالك.